سائل يسأل يقول: بعض الجوارب الحديثة أقصر من الكعبين، هل يجوز المسح عليها؟ نرجو الإفاعة، بارك الله. لا، ما يجوز المسح إلا على شيء يوافق الكعبين، سواء كان جوربين أو نعلين أو خف. أما كل شيء دون الكعبين كالحذاء مثلا أو هذا الذي يسمونه مداس أو شيء اللي هو دون الكعبين أو كذلك جورب دون الكعبين مثل هذه الجوارب الصغيرة التي تكون دون الكعبين، هم الكعبين طبعا هم العظم، العظم البارز على جانبين القدم، فإنه لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على ما يغطي الكعبين.